أتوه أخوكم كوكيو برو جيمر إكس، جاتكم فيديو جديد وحلقة جديدة من تختيم لعبة جراند ثيفت أوتو 3. قلت لكم في الفيديو السابق ضبط فيها نص ساعة كما قلتوا لي، وخرج شوية عيان وش حندير. صح توصلنا 30 مشترك. واو 30 مشترك. حبيت أقول لكم تاني، فتحت تويتر، رابط تويتر تاعي تحت في الديسكريبشن، ادخلوا له باش نهضروا كيف ونديروا ذا. وفيديو السابق قتلنا سلفاتور وتعرفنا على أسوكا عزيمة زعيمة عصابة الياكوزا. هربا 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 بديتو تلتقونا قلوبيل. وتن بلي سيطروا على المدينة الأولى، من رحنا المدينة الدوزية. كي تلتقوها نقطع لكم الفيديو عشان في المدينة الأولى كي كمان قتلنا سلفاتور ما وليناش. نقطع الفيديو نعاود نولي. الله يا الجسر، جماعة تتذكروا الأوقات نهار طاطق هذا الجسر خانتنا الأخرى، دوك نخاف نخدم. دوك هذا هو الطريق الوحيد اللي نروح له المدينة الثانية. يا الله كما يقول واحد الأيام تمر بالخف. والله شكرا 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 في الدعم الرهيب في الفيديوهات السابقة. والله وصلنا 30 مشترك، الحلم كان حلم بسيط. بعض اليوتيوبر يلحقوا 300 مشترك. نورمال برك 300، انا نلحق واحد مشترك في النهار راني ميت والفرحة. الله يسعدكم يا جماعة ان شاء الله. اللي عنده قناة، شو اللي عنده قناة هكا بسيطة ولا قول لي من تحت نشترك لك، نجيب لك المشتركين تاعي ان شاء الله يشتركوا. انا الحقنا عند اسوكا. وما قلت لكمش اسرع سياره في الليبرتي سيتي هي الفيراري، ان شاء الله نلقاوها. اندر تريك سيرفلايسن ولا ما بليش. المهم اسمع اسبت شوف كاتسين مظلمه. هذا اخوها واسمه كينجي. قال لي كيتحق مش ما خدمة ولا قول لي باك. ايه كينجي كيما قلت لكم. ماي بوليس كير مافيا، هناك بعض الخونة يبيعوا على بوليس. المهم جماعة بالوقت ونحلكها يا بالوقت، ما تخافوش ماشي حاجة لو عندنا بازوكا. هاكا حاضر واحد شيل يا رجال، مش دقايق مليح وقت مليح. وتاني راني دنيت شوية هذيك تاع الميكرو باش تشوفوا خير، تشوفوا الماب وتشوفوا الاخر. جماعة لازم نزربو. قلت لكم جماعة ما تخافوش جماعة بالبازوكا، قلنا لكم هذيك خطرة اينا جبنا البازوكا سمحوا لنا. قاع نغشو ماشي غير انا صح رمضان الله تغير. سوعدتكم ما نسيتش عندي ليكود، خلاص خلاص حتى لو كان نكون ميسي واعر نتعلم وما نديرش ليكود. شحال من واحد يقول لي الإضاءة سيئة، ماشي شحال من واحد كمية بصح يقولوا لي الإضاءة سيئة. يا خويا شوف ماشي المشكلة عندي، الإضاءة سيئة عندي بليزة تاع ثلاثة بس مراكة فيها الكاميرا والظل ندير الضوء تاع الفوق. ما ماشي سيئة، ما خدتش عيانة بزاف حبيت نبدلها. صح والله ان شاء الله مول العيد تشوفوا نضبطكم قاع. نجمة سيارة بانشي بعد شوف بلاست هذه الأخرى قولة دقائق دقائق. مشكلة في هذا الميسيو انك لازم تقنص ومش تقنص واعرة من واحد ما نضرب نقابل بازوكا ونتهنى. يا كينجي يا كينجي يا كينجي
نجمة. دوك نقولكم هنايا كاين واحد الحاجة استراتيجية لازم واحد يديرها. لا رحمن الرحمن، إذا حبيت لي كوني ختم جيت اي 3 ولا لازم يجي هكا يدير هذه الاستراتيجية. انا قلت لكم غلق جي تي 3 من قبل، تجيني سهلة على اجل هذا. انا بصراحة كنت عندي بسنايبر عمل ايزي ايزي. المهم كنجي ما نديرو اللي نسيو تاع كنجي ولا لا؟ خلي جماعة نديرو تاع اسوكا قبل ما نروحو لكنجي. خاف 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 لعيون المشاهدين القمزة. دوك نروح ندير السيف جيم جماعة، واحد يخاف سيارة الفيراري الأسطورية. بعدك من الفيديو هذا المهم الأخر ونحبس. شباب حبيت نقولكم حاجة، والله سيارة الفيراري في جي تي اي 3 سيارة أسطورية، أقسم بالله. هذا شو حبيت نقولكم. نسيت نقولكم هاد الحاجة، عشية في تويتر ندير حلقة نجاوب فيها على أسئلة تاعكم، أسئلة بسيطة ولا من اللي عنده تويتر يدخل، اللي ما عندوش تويتر تعمل تويتر تاع صاحبه ولا تاع خوه ولا المهم تويتر سهل تحلو، ماشي حاجة واعرة. طاليه بس طاليه اللايت لايت دو ميجا بايت باش تلفت لك. وصلنا اسوكا قضينا الميسي، والله يصير سيارات الفيراري ولا ضدكم. وروني من الاخضر شباب وصلت، تكون غير نولي نولي نلقى روحي نولي لكم. شباب انا عرفت كانت برق قدامي انا ما فقتش، انا ولينا برايزي بيرتش عندها بابرز عندها الموح الاخر صياد قتل الصياد لها حاجة تفجير صياد. المهم حاجة على التفجير لازم نقتل واحد يصيد. قلت لكم حاجة تاع بابور شباب، كنت تاع الآخر تاع البوليس انتي عليه صار تاع البوليس. هذا هو بوليس هاوليك. ما نروح ليك ونولي لكم شباب. وصلنا خلاص، كلود ولا يقتل برك باش يلحق عند قتل الليلة، يقتل باش يقتل يا اخي شوية احترام على الاقل كي تعذب الواحد سي كيف ماشي. الجيمز شحال نكرهها. خاف مش ولا تيري هذا يا مات مات هذاك. حبيت نقول لك يا صديقي كان جيت عندي قلت لي القنص فوق القناص يعود لازم تقتله بالسوري عشيق يا رجل. لازم نهتم بالسياقة شباب بالسياقة ثم نقتله. لا ما جيت بجد حيوان. جماعة اللي حبي يلعب في تي 3 نقول له حاجة واعرة 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 بزاف جماعة واعرة، وزد المشكل فيها انك لازم تكون احترافي باش برك تجيب شوية. هذا ما يحبش شوية هذا ده ما شو شطلو بابا ولا كان حبستيه تاني واحدة بالبازوكا ومن بعد لا فجرت ولا راس حبة لازم نقص اللياقة. خلاص انا السياق
يا رب يا رب اضرب شوية رصاص، يا رب يخرج، اخرج برك، راحت عليك. هو مالك يا جماعة، مش حاب يخرج. شباب شباب انا حاصل لهنايا، شباب نقص له بزاف الاخر في الدمج تاعو. انت هرب من رو جيمر، عجب يا صاحبي يهرب. اذا هرب تحبس الفيديو، شنسي ما مطولش هنا. مرة شباب هرب، الهيلث تاعو خلاص شباب خلاص، كيفاش هرب هو هنا؟ شباب نقطة الاحتراف جات، خلاص حنقتلو. شوية شوية باش نكملو الفيديو ديالنا يا جماعة. واو واو يا الاحتراف، ايه وكملنا ويتشو وكملنا ليميسيو. لا 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 مستر اسوكا، واو احتراف ده. بس شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. درت غازج ليميسيو صح، عشان اللعبة بدت توعر، قلت لكم خسرنا زوج خطرات وربحنا زوج خطرات العدل. وش نقول لكم، ماشي هي كاين اسمه كما قلت لكم، نجاوب على اسئلتكم في تويتر. الشباب انا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تعجبكم الحلقه، حط لايك واشترك في القناه اذا كنت جديد. وش نقول لكم، صحيتو وقلت لكم بلي حليت المشكله تاع المونتاج، والسلام عليكم ورحمه الله.